البروفيسور طاهر عباس بريطاني من أصل كشميري باكستاني، يعيش حالياً في إسطنبول ويعمل أستاذاً مشاركاً في جامعة الفاتح. هذا التنوع والثراء في الهويات التي يحملها أتاح له إنجاز العديد من الدراسات في الموضوعات المتعلقة بمستويات الهوية المتعددة وتفاعلاتها. حصل البروفيسور طاهر على الدكتوراه في العلاقات بين الأعراق، واهتمامه البحثي الرئيس هو الأقليات المسلمة في الغرب وقضايا الهوية والإسلاموفوبيا وتعدد الثقافات. وفي هذا الإطار كتب 6 كتب وعدداً من المقالات والأبحاث، منها الإسلاموفوبيا والهوية العرقية الدينية للشباب المسلم في بريطانيا، والتعدد الثقافي والإسلاموفوبيا، والإسلاموفوبيا في بريطانيا، والمسلمون في بريطانيا مجتمعات تحت الضغط. يرى البروفيسور طاهر أن الإسلاموفوبيا موجودة في الغرب منذ زمن طويل. نستطيع القول أن عور الإسلاموفوبيا من عمر الإسلام نفسه، فالمسلمون واجهوا مشاكل مع غير المسلمين منذ بداية الإسلام، وخاصة مع الحملات الصليبية ومن ثم الاستعمار والاستشراق الذي نتج عنه. ولكن بعد أحداث 11 من سبتمبر تفاقم الوضع وتزايد. أعتقد أن الغرب قد قام باستغلال هذه الأحداث في أمور كثيرة، كإضافة الشرعية على الحروب والاحتلال. السبب الرئيس لمشكلات المسلمين في المجتمعات الأوروبية لا يقع على عاتق المسلمين أنفسهم وفقاً للدكتور طاهر. توجد عدة جوانب لقضية الإسلاموفوبيا، من ضمنها كيف ينظم المسلمون أنفسهم وكيف يتعاملون مع المجتمع المحيط، ولكن السبب الأساسي يتعلق بقضية القوة والموارد، مثلا كيف يتعامل المجتمع مع الأقليات وقضايا العنصرية والتمييز السلبي والإسلاموفوبيا التي أصبحت أكثر انتشارا ووضوحا في السنوات 10 الأخيرة بشكل لم يحدث أبدا على مر التاريخ، بالإضافة إلى الإعلام والخطاب السياسي الذي يصور المسلمون على أنهم المشكلة بدلا من البحث عن الأسباب الحقيقية. وهناك كذلك العنف ونشاطات اليمين المتطرف والكيفية التي يتم بها تصوير الآخر في المجتمع والأعمال الأدبية والسينمائية. إلا أن تصرفات المسلمين أحيانا ما تزيد من حدة المشكلة كما يرى البروفيسور. واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هجوباً من قبل العديد من الأشخاص، ولكنه لم يلقي له بالاً وواصل دعوته. الآن ينزع المسلمون إلى المبالغة في رد الفعل وتضييم بعض المسائل وتصويرها على أنها هجوم على الإسلام، في حين أن علينا أن نكون أكثر حذراً عند التعامل معها، خاصة وأن كثيراً منها يكون الهدف منه إثارة المسلمين ليقالوا بعد ذلك انظروا إن المسلمين رجعيون وغير متسامحين، وبالتالي يتم تبرير الأعمال التي تستهدف المسلمين. وقد أولى البروفيسور اهتماماً للدافع الاقتصادي لمشكلة الإسلاموفوبيا، والذي يسهم في تأخر حلها بسبب التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية في الغرب. يفكر كثير من الناس في الغرب أن المسلمين يأخذون وظائفنا ويشترون أعمالنا، وبالتالي عندما يكون الوضع الاقتصادي جيداً ينظر إلى الأقليات على أنهم رأس مال للمجتمع نظراً لإسهاماتهم الاقتصادية. وبما أننا الآن نمر بأزمة اقتصادية قوية للغاية لن تنتهي قبل 5 أو 6 سنوات على الأقل، ستستمر مشاكل إدماج المسلمين في أوروبا لهذه الفترة على الأقل. وحدثنا البروفيسور طاهر عن الآفاق الجديدة التي فتحتها له إقامته في تركيا. مجيئي إلى تركيا مثل فرصة حقيقية لي للربط بين الشرق والغرب، بين آسيا وأوروبا، ولدراسة قضايا الأقلية والأعراق بشكل أكثر عالمية. إنها تجربة رائعة.